سبيل المنامة والدفاع من الأهلي. الدخول حلوة حلوة، لعبة حلوة، هجمة إلى المنامة. أحمد عبد العزيز، ثلاث نقاط الأهلي، سبع نقاط، وخالد كانو ونقطتين عند محمد حسن. للطوع إلى محمد حسن، إلى تمريرات حلوة، يا سلام، مرور، هجمة سريعة إلى نادي المنامة، محمود إلى محمد حسن، ووقف مستقطع، ويبة غير موفقة، محمد حسن، الهجوم السريع والنقطتين، الهجوم ليس بخطأ. 18 المنامة، محمود غنو، دخول المنامة، أحمد عبد العزيز، أحمد عزيز، داريوس عند المنامة، لاحظ التمريرات، داريوس، أحمد عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، هجمة للمنامة، المنامة هاجم، شوف محمود غنو، نيروس، ثلاث نقاط نيروس، شوف الدفاع القوي عند المنامة، المنامة، وشوف النقطتين، شوف التيرن اوفر، شوف المخالفات، شوف الدفاع القوي، الدفاع القوي في الملعب، وثلاث نقاط. محمد عبد العزيز إلى حسن نيروز، والمنامة داريوس في دفاعاته ويستثمر في الهجوم، والمنامة أحمد المطوع، والدخول والخطأ، الأهلي 41 المنامة، نلعب في الفترة الثانية، حلوة حلوة المنامة، تضيع، شوف النقاط الضايعة على الأهلي كثيرة جدا، داريوس وحسن نيروس، نقاط عديدة ضاعت على الأهلي، محمود غلوم ونقطتين وخطأ، دبل تيم، ولاحظ التمريرة الغير موفقة ونجح فيها المنامة، ومتابعة قوية من الأهلي، سيد هاشم ومحمود، والدفاع القوي من داريوس، قول داريوس، وتضيع مرة أخرى، محمود، حلوة 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 حلوة، لعبة ثلاثية، جمعت ثلاث نقاط، هجمة إلى الأهلي، المنامة، المنامة، التصويبة ثلاث نقاط، شوف الاستعجال، ولاحظ ايضا المنامة عند تضيع، احمد عبد العزيز، حلوة حلوة، لعبة ثنائية، احمد عبد العزيز، والهجوم الى المنامة، الهجوم الى المنامة، شوف داريوس داريوس داريوس، لاحظ الهجوم الغير موفق عند الاهلي، ولاحظ الهجوم عند المنامة، المنامة هو عزيز، احمد عبد العزيز مرة اخرى، تصويبة من بعيد، محمد حسن، والأهلي في الدفاع، وهناك طبعا دخول، تصويب، يا حلاوة يا حلاوة في المنامة، 20 نقطة الفارق عنده، محمود غلو ونقطتين، ولاحظ ال 24 ثانية من محمد نجف، والتصويب، وعمران بين جميع اللاعبين في الهجوم إلى أن يجد ثغرة في دفاعات الأهلي، التصويب وخطأ، المنامة، شوف الأداء عند الأهلي والمنامة، شوف نقطتين، هجمة للمنامة، دخول حلوة ونقطتين، نعم، الدقائق الأخيرة بين المنامة والأهلي، تصويب، نقطتين، نقاط، ويبدأ الأهلي، لاحظ تحت السلة، ونقطتين للمنامة، ومتابعة من داريوس، 92 84 ومحمد حسن وداريوس.